صباح الخير. الحلقة التانية عن النقرس، وهنتكلم فيها عن نقرس غريب جدا ما بيبتديش في صباع الرجل لكن أعراضه مشابهة وتحليله مشابه، ونحلل العيان لقى عنده نقرس. يا ترى ازاي أعرف لو عندي ألم في الرسخ اللي هو مفصل اليد ده يبقى عندي نقرس؟ موضوع مهم وممكن يكون عندك وانت متعرفش. تابع معنا الحلقة لو انت مهتم بالمعلومات الطبية. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناة طب وتنمية بشرية، اخوكم بجوز طب عين شمس سنة 91، ماجستير من المانيا سنة 99. مش عايز اعيد وازيد، يعني لو انتوا بتحبوا المعلومات الطبية تابعوا القناة وانشروا المعلومات دي على قد ما تقدروا، مساعدة ان احنا كل الناس تستفيد وكل العباد زي ما اخواتنا في بعض الدول العربية بيقولوا يستفيدوا من الخدمة الطبية. النهاردة موضوعنا عن نقرس الرسخ واليدين. احنا قلنا في الحلقة الاولى ان النقرس ده احد انواع التهاب المفاصل، وتكلمنا بالتفصيل وركزنا على النقرس الحقيقي اللي بيجي في مفصل الرجل ويجي في مفصل الصباع الكبير او صباع القدم اكبر. طيب ايه بقى حكاية نقرس الرسخ دي؟ نقرس الرسخ ده مش شائع كتير ولكن مهم جدا. بيبتدي ازاي؟ ناخد فكرة سريعة كده ايه اللي بيحصل في نقرس اليد او نقرس اليدين او نقرس الرسخ. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيبدأ بأكلان زي ما انتم شايفين كده وألم بسيط، بعد كده الألم ده بيشبه ألم الألام الروماتيزمية. فطبعا احنا كأطباء احيانا بيسهى علينا ونشخصه على انه بداية أعراض روماتيزم، لكن الحقيقة هو النقرس ده في اليد نتيجة لتراكم الكريستالات زي ما انتم شايفين كده في الأشعة. الدكتور بيشاور على الأماكن اللي هي مفاكن المفاصل الصغيرة خالص، الأماكن دي بيتراكم فيها سواء في اليد في مفصل في نقرس اليد أو في نقرس الرجلين، بيتراكم في المفاصل. ده وضع دايما بيحصل لما بيكون في نقرس يا جماعة. زي قصة الصباع الكبير بيبتدي ازاي؟ سخونة في المعصم واحمرار، وبعد كده يبتدي يورم لغاية ما يبتدي مفصل المعصم يبقى متصلب مع ألم مستمر مش قادر أحرك إيدي، بيحصل تقيد في الحركة بسبب الألم والورم. وزي اي نقرس في الجسم سببه زيادة حمض اليورين في الجسم، لان الجسم عادة بيطرده في البول. بعض الاشخاص ما بيقدروش يطردوه، بيتبلور في المفاصل. لو تبلور في الرسخ بقى مشكلة. عوامل الخطورة او الاسباب تشبه اسباب النقرس العادي. التاريخ العائلي، ان حد جاله النقرس في العيلة قبل كده، جدك خالتك الى اخره. تناول الاطعمة بتحتوي على بروتينات اللي هي فيها مركبات كيميائية اسمها البيوريناتو، دي موجودة في الاطعمة زي اللحوم الحمراء والسكريات والمأكولات البحرية. كمان من ضمن الأسباب المهمة اللي بالذات بيجي في الرسخ ما يجيش في الرجل، حدوث أمراض وحالات صحية زي أمراض الكلى أو السكر أو ضغط الدم المرتفع، أو واحد بياخد أدوية السرطان. لاحظوا في أمريكا يا جماعة أن المرضى اللي بياخدوا أدوية السرطان بالذات سرطان الدم بيجي لهم نقرس. كمان أمراض الجلد زي الصدفية إلى أخو المزمنة طبعا، بالإضافة لحالات التهاب المفاصل الالتهابي والروماتويد، بالإضافة للسن الكبير. كل ما الواحد يكبر في السن كل ما المشكلة ممكن تيجي، بالإضافة أن الرجالة بيجي لهم أكتر من السيدات. مشكلة في مفصل الرسخ ده أنه بيغشينا إحنا كأطباء، إحنا غلطانين كدكاترة. يعني التشخيص بيكون مننا كأطباء خطأ، لأن في كثير من المشاكل اللي بتعمل أعراض مشابهة، منها أنواع من التهاب المفاصل عموما والروماتيزم. عشان كده التشخيص لازم ندور الأول على الإحمرار وعلى الدفء والتورم، وسؤال المريض عن التاريخ العائلي وعن الأمراض الالتهابية الأخرى. ولكن التشخيص التمام لازم بفحص حمض اليوريك، ونتأكد أن حمض اليوريك عالي فيبقى عندك نقرس. كمان في حاجات بتعمل دلوقتي في أوروبا جميلة اسمها شفط المفصل، تتاخد عينة من السائل اللي جوه الرسخ ده ونشوفه، ونشوف البلورات نفسها هل هي بلورات النقرس او حمض البوليك ولا حاجة تانية. حتى التصوير بالاشعة سواء الاشعة العادية او الاشعة المقطعية ممكن يورينا البلورات. علاجه، احنا قلنا قبل كده ان النقرس ملهوش علاج نهائي، لكن لازم نسيطر على المرض ونعمل وقاية منه. ازاي؟ بنسيطر على الألم أثناء حياجان النقرس، بالذات لو الألم شديد، بمسكنات، بس لازم ما تكونش كورتوزينات،
يعني المسكنات ليها نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري وتتاخد بعد الاكل. كمان عشان نمنع حدوث النقرس في المستقبل ونمنع حصوات الكلى في المستقبل نشرب ميه كتير جدا. ده على فكره ده دواء، يعني لو هكتب لك روشته هكتب لك نمره واحد ووتر والباقي بعد كده. وممكن لو الالم شديد جدا نلجا للحقن المضاده للالتهاب، برضو فولتارين والفين الى اخره، الحاجات اللي هي نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري. لكن لازم نغير نمط الحياه، نطلع من دور الملوك اللي احنا عايشين فيه ده، نطلع من الانتخه، نتحرك، نجري، نلعب رياضه، نشتغل. كل ما نتحرك كل ما فرصه حدوث النقرس تقل. كمان تجنب الاطعمه اللي بتخلينا نخش على نوبه النقرس، ودي عملنا لها حلقه بالتفصيل، اللي هي اللحوم الحمراء والاسماك البحريه وحاجات تانيه كتير. وناكل بقى حاجات بروتين قليل الدسم، منتجات البان، بروتين قليل الدسم يعني فراخ مثلا، منتجات البان وفواكه وخضار كتير جدا. بالاضافه طبعا المحافظه على رطوبه الجسم. ما بتحبش الميه؟ اشرب سوائل، اشرب عصير من غير سكر، اشرب ينسون، اشرب نعناع. النقرس لازم نفرقه وبين النقرس اللي هو بيجي في الصباع الكبير. احنا قلنا النقرس الاصلي بيجي في الصباع الكبير، لكن نقرس اليد بيجي بقى ممكن ينتقل كمان لمفصل الكوع، ممكن ينتقل لمفصل الكتف لو زاد قوي، لان هي بتكريستالات بتدور على اماكن تختفي فيها. كمان لما بيحصل الم اليد بيبقى الم شديد جدا، في احمرار وفي تورم. دي اهم ثلاث اعراض، احمرار والم وتورم. لما يجي المريض عنده الثلاثه دول نبتدي بقى نعمل له التحاليل ونعمل له اشعاعات ونشوف ايه الاماكن اللي فيها كريستالات، وهل شكل الكريستالات دي يشبه الروماتيزم ولا يشبه النقرس. احنا كدكاتره ممكن نفرق بناء على التحاليل والاشعاعات مع بعض، لان اعراضه تشبه الروماتويد او الروماتيزم وتشبه معظم المشاكل اللي هي بتحصل في هذا المفاصل. لكن طبعا اللي بيحسم الموضوع تحليل حمض اليوريك والعامل الوراثي. الاثنين دول، هل في عامل وراثي وهل في تحليل حمض يوريك؟ الاثنين لو حمض اليوريك عالي وفي حد في العيله جاله نقرس قبل كده يبقى المريض عنده نقرس. ممكن يكون المريض زودها شويه في اكل اللحوم، في اكل الحاجات السي فود، بالالكحول، في اسباب تانية زي السكر، زي امراض القلب والضغط والكليتين. ولكن اكتر حاجه بتلفت نظرنا لما تحصل كسور او حوادث بعد العمليات ونعمل الاشعه. لازم المريض كمان يغير نظام حياته ويبقى عايش في فتنس ويشرب ميه كتير. شايفين الست دي جريت في الغابه وبعد كده شرب. وطبعا تحليل يوريك اسيد هو الاساس ان احنا نعرف عندنا نقرس ولا ما عندناش نقرس، سواء في اليد او في الرئه، عن نقرس الرسخ. طب ايه العلاجات المنزليه للنقرس؟ طب ايه الادويه وايه طرق الوقايه وتفاصيل الاكلات؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجايه. مستني اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.